الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن تونسي لحيد العائلة الترابلسي. الله يسامحك من ولاد الترابلسي ولا ولاد بيرتينا يا ولاد الكلب. الكلمة نتاعي هذه موجهة للشعب التونسي، شعبي الحبيب. أنا تمنيت لو كنت معاك في الصف الأولاني في هالمظاهرات ونساندكم، وماذية معروف في تونس. أنا قمت بعدة مظاهرات 76 مظاهرة واحتجاج وأضراب عام قمت بها أنا في الجمهورية التونسية. في عملية الخبز نفس الشيء، عملت نفس الشيء وكنت في المقدمة. أنا من قرقنا من مليتا من خافش من خاف من حتى حد، والحمد لله. بن علي آن الأوان باش تقدم استقالتك وتخلي الشعب التونسي رايق، لأنك أنت ما عندكش مبدأ في حياتك. كل زوجتك اللي قاعد تعمل فيه ذرتك وذرت الشعب التونسي. مش نحاكموهم، مانيش باش نسيبوهم، باش ناخذوا كل ما افتكوه الأراضي والبناءات وكل شيء معناها يرجع للشعب التونسي. نحاسبوهم من 86 إلى يومنا هذا، إيش كان عندهم وإيش ولا عندهم، هذا كله يفتك. مع نتمنى أنه يتعذبوا كما تعذبت أنا. أنا قعدت 8 أيام في التعذيب و 23 يوم في السجن، هما قدرت ربي 8 أيام يضربون في 10. قتلوا لي أمي على خاطر تكلمت في التلفزيون الكندي وقلت أنه الناس هذوما مجرمين وقاعدين معناها يتعسفوا، قاعدين يعملوا في أشياء غريبة، ناس مجرمين. وما راني إلا مشاو لأمي وهدوها حتى الموت. وقفت على خاطر خفت على العائلة، فهمني، خاطر العائلة مش تولي ضحية. أنا بعيد، أنا الحمد لله عندي حصانة من دولة عظمى، عندي حصانة من الأمم المتحدة. ولهذا بن علي أنت وليت لا تسوى شيء، الشعب التونسي رفضك. وأنا قلتها لك في التسجيل الأولاني، هو أنك أنت ولا شيء. علاش لا شيء؟ على خاطر أنت من وقت اللي دخلت كان الفساد ودخلت المخدرات ودخلت كل شيء من عائلتك، أخوك وتوا زوجتك. الحاجة اللي نأكد عليها هو أنك الشعب التونسي يعرفك أنك عندك دكتوراه، دكتوراه دي طاهرية، دكتوراه تاع المافيا تاع الإيطالية. أنا نعرف الحقيقة، أنا نحب نبثها للشعب التونسي ونفهمه علاش أنت خذيت دكتوراه. على خاطر وقت اللي أخوك خذا المخدرات وقتلوه ما خلصش الثمن تاع المخدرات، وهدوه المافيا الطليانية وخرجته بإعانة عربي عيسى، خرج لك المخدرات من قصر مرناد وبعتوه، خرجتوه روتوه في الجمهورية التونسية، وخذيته منها زدت بعتوه وزدت وبعتوه، فهمتني. ومع هذا ما لمتش المبلغ، وآخر شيء عملته هو هزيت المبلغ، مش كملت المبلغ من البنك المركزي، من البنك المركزي، ومشيت لإيطاليا. وقت اللي مشيت لإيطاليا باش تدفع الغرامة بتاع خوه، السفير التونسي بطبيعة الحال تدخل لك على أساس أنه الشعب التونسي حاب يعرف بن علي علاش مشى لإيطاليا، فهمني. كانت دكتورة على قولك دكتورة تاع المافيا، شيء حشم، شيء أسف رئيس الشعب تونس معناها حط فيه ثقة كبيرة ما نفعوش ولا بشيء. أنا نعرف، أنا عندي عليك أخبار كبيرة ياسر، تعرفش من عند شكون؟ من عند زوجتك الأولى نعيمة، السيدة نعيمة حقيقة بنت العائلة. تقول لي راهو ينكر الجميل، هذا كان يحكش فيه خير، وفعلا معناها إلا وصلك للمنصب هدايا أبوها جنرال كافي الله يرحمه، نهار مات معناها أنت طلقت له بنته، فهمني. هذا كفو الراجل هذا بن علي، استقيل
استقيل وباعها وابعد وابعد على الشعب التونسي، لانه زوجتك ليلى الراقصه الليله هذه ما كانت ما نفعتكش بحتى شيء، ما نفعتك بحتى شيء، خربت لك، خربت البلاد كلها هي، وتتحاكم تحاكموها، هذوما يلزمهم يتحاكموا. القصر الثاني عدد اثنين بتاع الرئاسه بتاع مرناد رجعته خزينه بتاع مخدرات ومتاع سيارات مسروقه. يجب نتمنى انه يقع ديسانت على القصر بتاع مرناد ويجيبوا فيه اشياء مخدرات سيارات مسروقه، كان اللي 4x4 وهذا عيب، حرام عليك، مسختوا تونس، مسختوا تونس. بن علي الافضل هو ان تقدم استقالتك وتبعد عن الشعب التونسي. انا ندائي للجيش التونسي، الجيش التونسي عندي فيه ثقه، ونعرف انه على استعداد تام. نتمنى انا ندائي باش يكون لجان جيليرو هما ولاد البلد اللي كافحوا بالاستعمار الفرنسي وخرجوا منها الاستعمار من بلادنا. ما نتصورش انهم يقدروش باش يخرجوا بن علي والطرابلسي، حاجه مستحيله بمدين، لانهم اقوياء وشبابنا هو تونسيين عندهم ثقه ويحبوا بلادهم. حاجه اخرى، انت حتى من فؤاد البزع ما سلمش منه، تذكر فؤاد البزع رئيس مجلس النواب وقفته على خاطر مرتك، شكيت مرت قالت مرت فؤاد كلمت فيا في صالون دو كوافير. هذا شنو اللي تحب توصل له بن علي؟ وين مش توصل؟ ما عندك من توصل شيء، ما عندك ما توصل. انت توا ولا شيء، ولا تسوى شيء، انت ولاد طرابلسي نمسحوك، الشعب التونسي وراك. وانا ندائي للشعب التونسي اني نقول لكم انا توا حمادي كمو من قرقنا مليت، انا نساندكم، ورانا مظاهرات ديما شارك في المظاهرات هنية باش نساندكم وباش نوريكم الا احنا في الغربه ولكننا معاكم، واحنا قدره ربي نتغلبوا على هالعائلتين الاثنين، على العائله بتاع بن علي وعائله بتاع طرابلسي، نمسحوهم من تونس ويرجع الشعب كيما العاده وعايش، والتونسي ما ينقصه شيء، ثقافه عاليه، عائلات طيبين ماهمش خبثاء، والمخدرات ما كناش نعرفوها في تونس، كنا نسمعوا بها، خوك المنصف لا دخلها. من وقت اللي جيت انت البلاد خمجت، البلاد ولات في اشياء اخرى، وهذا مش تخلص وراك، خاطر الشعب التونسي ما يسلمش فيه. وان شاء الله نبعث لكم مراسله اخرى وقت اللي يؤون الاوان، اما نتمنى اني نسمع خبر في اقرب وقت ممكن انه بن علي هرب ولا قدم استقالته، والا ما عاش في المدينة، غادر البلد. على كل انا نتمنى اني نسمع كان اخبار طيبه على شعبي، وراني نحبك يا شعب، انا تونسي ونقعد تونسي ونحب منها نحب شعبي ولاد طرابلسي وفاو. الى اللقاء.